ننتقل مشاهدينا إلى تعرض الفنانة السورية أصالة نصري لنقد من قبل بعض السوريين بعد قيامها بخلع حذائها على مسرح مدينة جدة بالسعودية بطريقة طريفة وعفوية، الذي يبدو أن الحذاء عرقل حركتها على المسرح يمينا ويسارا حسب كلام الفنانة أصالة، حيث قالت بكل عفوية: أنتوا شو بدكم بطولي، المهم صوتي، صح ولا لا؟ أكيد صح يا أصالة. بنشوف هذا الفيديو وبنرجع. بعرف أنا كنت من الأول صار لي مدة أخذي هالقرار ومترددة فيه جدا جدا، بس أنتوا شو بدكم من طولي؟ كنت طويلة ولا كنت مو طويلة، صح ولا لا؟ الحلو صوتي، صح ولا لا؟ إذا قررت أشلح الصندل اللي أنا لابسته مشان أعرف روح وإجي وأعرف غني كويس، حرام عصي شوي، جيبوا لي كرسي بدي أشلح الإبرة. طبعا تعليقات كثيرة حاولت الديل من أصالة بسبب موقفها السياسي ضد الأسد، وحاولت التعليق على هذا الموضوع بطريقة قاسية ولاذعة. لن أتناولها اليوم بحكي ميديا، بل سأتناول التعليقات التي دافعت عنها وهاجمت من وصفها بكلمات غير لائقة. البعض من التعليقات، نبدأ بسالي تقول: على فكرة بالخليج محبوبة كتير وكل حفلاتها فخمة وضخمة، بسوريا بسبب موقفها السياسي عم بتسبوا، مع أنه قبل كنتوا تحبوا لا تخلطوا الفن بالسياسة. أيضا تعليق لي عبير تقول: بخصوص الأخوة والأخوات المنتقدين بطريقة غير لائقة، حضراتكم بتتابعوها ليش من الأساس؟ مش أحسن لكم بدل ما حضراتكم تسمعوا وتنقدوا شوفوا شيء مفيد واعملوه. أما ناصر فيقول: ولو أنه خبر لا يعنيني شخصيا وأكيد لا يعني كثير ناس، ولكن بعض التعليقات عبارة عن تراكمات من الأمراض النفسية. أما سناء فتقول: ألف ألف تحية للفنانة العظيمة المحترمة جدا، أحبها وهي من أجمل الأصوات على الساحة العربية، وإنسانة جميلة جدا ومتواضعة، وملابسها محتشمة جدا. وتعليق آخر: والله يا أصالة الطول حلو، خليكي لابسة صندل لأنه بيكمل الأناقة وبيكمل الصوت لحاله، ما بكفي المسرح بده وجهها. هيك تمارا عم تقول. أما مروان فيقول: الحناجر الذهبية تصل إلى مسافات لا تصل إليها الطائرات ولا الصواريخ، أصالة نصري عملاقة الطرب، الأقزام دائما يهاجموها. وأيضا شمس تقول: هو هذا الصح، طول عمرها على عفويتها. وتعليق من مها: والله عسل وسكر، أنت في أي شكل وفي أي حال أجمل الأصوات، تحياتنا وحبنا من مصر. ومنى تقول: الأخلاق والعلاقات والحياة الشخصية للإنسان لا تعنيك مدام ما أذاك، أما الفنان مالكم إلا فنه وصوته من أروع الأصوات وأجاهم في كل الطبوع، لا تكونوا نقاد حمقى. إذا مشاهدينا كانت هذه التعليقات حول الفنانة أصالة، معروفة أكيد على طول على المسارح أنه تكون عفوية وعلى طبيعتها، وبتحكي كأنه عم تحكي مع رفقاتها بالنسبة للجمهور. يعني هو نور الصوت هو مسألة أذواق، يعني في ناس بيحبوا مطربين معينين وفي ناس يعني بيحبوا مطربين آخرين يعني، ولكن هذا الشيء ما بيدفع أنه أنت يعني تحكي بهذا الاتجاه، وهي صراحة حركة شجاعة أنا أظن من أصالة أنها تعملها على المسرح. هلأ يعني بالفعل مثل ما ذكروا أغلب التعليقات أن الناس كثير متعودة على عفويتها بكل تصريحاتها وحتى بكل أفعالها، بس دائما اللي عليهم الضوء خاصة بموضوع السياسة اليوم، نحن بنعرف أنه أصالة إذا يمكن تنفست أو كان أي شيء بحياتها الشخصية بتناولوا بالموضوع السياسي كونها تماما. هذا شفنا بالتعليقات كثير عالم هاجمه، ولكن في كثير كثير عالم دافعت عنه من كل الوطن العربي، بس هي كانت شجاعة وردت بصراحة بطريقة كثير حلوة.